جميعنا يعلم أن المأكولات الرمضانية عالية بالدهون لأننا نستعمل طريقة القلي خاصة للسمبوسك والباكورة والمعجنات. فالنصيحة لكم في رمضان أنه حتى إذا قررتوا أن تأكلوا المعجنات أن تخبزوها بالفرن بدون ما تقلوها، لأنه القلي بيزيد عدد الدهون، كمية الدهون بالأكل، والدهن يؤثر على امتصاص السكر بالجسم ويزيد من السعرات الحرارية التي تؤدي في معظم الأحيان إلى زيادة الوزن.